الآن وجود الحشد، وجود الحشد يعني نتمنى انه يعدل من هاي المعادله او اللي هي مو صحيحه. شو يسوي مثلا؟ لا هي قوه اي شنو تطلب منهم يسووه حتى نعرف؟ هي قوه قاعده رادعه للاستهتار الامريكي سواء بالعراق او بالمنطقه. احنا ليش نلوم الحشد انه يضرب عين الاسد بس ما نلوم امريكا من تضرب جرف النصر؟ لا لازم ليش هاي اللوم اي وياك القياس بشكل مو صحيح. يعني مع كل الاسف احنا سياسينا وحكومتنا المفروض يكون لها موقف مشرف من هذا الموضوع. بس ليش انا اروح مثلا انا والله موقف محرج موقف صعب والله موقفي ما يحسد عليه والله انا خاف اخسر العلاقات الامريكيه. يعني خلي تروح العلاقات الامريكيه مو الطلب اللي طالبه استاذ السعدي وكانه اعلان حرب. مو ثاني طبعا انا يعني هسه امريكا على مود 5 جرحى هي قاعده تهدد باعلان شبه اعلان حرب وهي مستمره بتهديدها على مدى الزمن للعراق وللحشد على مود 5 جرحى. صح زين انا من قتل عشرات الشهداء المفروض انا اتحمل واسكت وكانه شيء لم يكن لان الدم اللي سقط مي